بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما مناسبة ورود هذه السورة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفارقته هذه الدنيا. فقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، يعني فتح مكة كان في السنة 9 من الهجرة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءته الوفود صلى الله عليه وسلم من القبائل بعد فتح مكة، العرب خضعوا لأن قريشا هم شوكة العرب، فلما نصره الله على قريش وفتح مكة جاءت الوفود من العرب تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات. عند ذلك سبح بحمد ربك واستغفره، أمره الله سبحانه وتعالى بختام عمره التسبيح والاستغفار. والاستغفار تختم به المجالس، تختم به الصلوات والعبادات، ويختم به العمر أيضا، فهو ختام. إنه سبحانه كان توابا، كثير التوبة، لأنه سبحانه يتوب على عباده، أرجعوا إليهم المغفرة والقبول. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمعاصي والمخالفات هل تتفاوت، وهل المعصية تجر بعضها بعضا؟ المعاصي والعياذ بالله أثرها سيء ولا يتساهل فيها الإنسان، لأن بعضها يجر إلى بعض، الصغيرة تجر إلى الكبيرة، وإذا تكاثرت الذنوب على العبد أهلكته. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، أمر أصحابه في بعض المنازل في السفر أن يأتي كل واحد منهم بعود من الحطب، فجمعوا كوما من الحطب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا تساهل في الذنوب تكاثرت عليه، مثل ما تكاثر هذا الحطب. أراد أن يضرب لهم مثلا محسوسا يتوب إلى الله، فالمسلم لا يحتقر الذنب أما كان، وإذا وقع منه ذنب يبادر بالتوبة والاستغفار. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول لي: الصيام عن الميت، هل ورد في ذلك شيء، وهل أصوم عن والدي الذي توفي في رمضان؟ أما صيام رمضان فلا يصام عن الميت إذا مات في مرضه الذي أفطر فيه، إنه لا يصام عنه. أما لو كان عليه قضاء من رمضان أو عليه نذر صيام وتأخر في أدائه، فإنه يعني تمكن من الأداء لكن تأخر من الأداء أو من القضاء حتى توفي، هذا متساهل فيصوم عنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. هذا صاحب مستشفى علق الآية في باب المستشفى: وإذا مرضت فهو يشفين. الله لا ينبغي تعليق الآيات على الجدران أو على الأبواب، لأن هذا يعرض القرآن للامتهان، وما كان هذا من عمل السلف الصالح. السلف الصالح ما كانوا يعلقون القرآن أو الآيات على الأبواب أو على الجدران، يحترمون القرآن العظيم فيحتفظون به في صدورهم وفي المصاحف، ولا يعلقونه على الجدران. فهذه العادة عادة متأخرة، ليست من عمل السلف الصالح، فلا ينبغي فعل هذا. ثم أيضا إذا كان تعليق القرآن أو شيء من القرآن من باب الحرز لأجل يمنع السراق عن المتجر أو عن المكان أو عن البيت، فهذا الشرك لا يجوز.
يجوز أو وسيلة إلى الشرك. لا يجوز تعليق القرآن والحروز تعويذات على الجدران أو على الأبواب. أحسن الله إليكم. تقول الأخت: بعض النساء بينهن تواصل عبر الجوال، فإذا توفيت امرأة أو شخص ترسل كل واحدة إلى أختها للصلاة على الميت في الجامع فيذهبن جميعا، ما رأيكم شيخ صالح؟ لا بأس بحضور النساء صلاة الجنازة ليشاركن في الأجر ويكن خلف الرجال، لا بأس بذلك. نعم. سؤال آخر يقول السائل: إذا كانت الهدية بعلم من الإدارة التي أعمل بها فهل يجوز أخذها؟ الهدية؟ نعم. إذا أهدي لي من الإدارة هدية هل أخذها؟ إذا لم تكن من المراجعين وإنما هي من إدارتكم باب التشجيع لكم أو جائزة من الجوائز على شيء يعني برزتم فيه في العمل فلا بأس بذلك، أخذها من الدوائر التي هي مرجع الموظف من باب التشجيع لا بأس بذلك، أما أخذها من المراجعين فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز أن تصلي الزوجة على زوجها بحيث أنها تخرج وهي في العدة؟ نعم، تصلي على زوجها وترجع إلى بيتها، تخرج لأجله، تخرج لحاجتها في النهار. إذا كانت الصلاة على الميت في النهار تخرج تصلي عليه، ترجع إلى بيتها، تبادر بالرجوع إلى بيتها، لأن هذا لا يأخذ منها وقتا. نعم. فضيلة الشيخ، القول الراجح في أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ما الوارد في ذلك وهل هو كذلك؟ نعم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل الزيادة قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا زادتهم إيمانا. يقول بعضهم: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي قوله في الحديث أن الله جل وعلا في يوم القيامة يقول الملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. هذه الأخت السائلة معبد الله تقول بأنها نذرت بأنها لا تركب مع ولدها في سيارته وتسافر معه إلى القصيم لأنه يسرع بالقيادة، هل عليها شيء في هذا النذر مع العلم بأنني تقول سوف أسافر في الأسبوع القادم إن شاء الله؟ ليجري مجرى اليمين، فعليها أن تسافر معه وتكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. السرعة الجنونية في هذه الطرق الطويلة فضيلة الشيخ وتساهل الناس بها، لا يجوز لقائد السيارة أن يسرع سرعة زائدة عن المعتاد، لأن هذا يعرضه ويعرض الناس للخطر، هذا منهي عنه، لأنه فيه مخاطر، فيه تلفيات ترتب عليه، فلا يجوز للسائق أن يزيد عن السرعة المعتادة. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله من الخرج يقول في الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. نعم، هذا في المرور على الصراط، هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرور على الصراط الذي يمر عليه كل الناس حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، تجري بهم أعمالهم يوم القيامة. هذا هو المرور على الصراط. نعم. عبارة إن شاء الله وقول إن شاء الله فضيلة الشيخ في الكلام، هل هي مستحبة؟ نعم، إذا قال سأفعل كذا يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فيقولها من باب التبرك وأيضا من باب الردع إلى المشيئة، أن الإنسان لا يجزم. نعم. الجمع بين الزوجة وبنت أختها يا فضيلة الشيخ ما حكمه؟ لا يجوز هذا، الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
وخالتها، هذا صح في الحديث. نعم. هل نعطي العمال عندنا في البيوت والخدم من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء ولم تجعلوها ترغيبا لهم في العمل عندكم، وإنما تعطونها لهم بفقرهم فقط، لا بأس بذلك إذا كانوا مسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للأذان الثاني في مدينتنا، يؤذن الأذان الثاني في المسجد قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة من هذا الأذان، فما حكم الصلاة؟ الواجب أن يكون الأذان على طلوع الفجر، ولا بأس أن يؤذن مقدما قبل طلوع الفجر لأجل إيقاظ الناس، لكن إذا أذن أذان الأول فلا بد أن يؤذن هو أو غيره الأذان الثاني على طلوع الفجر لأجل ألا يغر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. دل على أن الأذان الذي ينعقد معه الصيام وتقام فيه صلاة الفجر أنه هو الذي عند طلوع الفجر، وأما الأذان الأول فلا، هذا إنما هو لأجل أن يستيقظ الناس ويستعدوا للصلاة. نعم. هذه رسالة وصلت من سائل يقول: في العام الماضي وفي الحج حجتي الأولى لم أطف طواف الوداع لأنني كنت سأبقى في مكة 100%، وأنا من سكان تبوك، فسافرت ولم أطف طواف الوداع. إذن يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، لأن طواف الوداع من واجبات الحج، كل مسافر بعد الحج عليه طواف الوداع. قول ابن عباس رضي الله عنه: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرء الحائض لا وداع عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بيني وبين أخي وشقيقي مخاصمة مالية بعد وفاة والدي، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذت من الشيطان الرجيم وبدأت ألاطفه وأتصل عليه ولكنه لا يرد، وقمت بزيارته أنا وأولادي لتلطيف الجو ولكنه لم يسمح لنا بالدخول، فما موقفي؟ وأنا أتألم الآن فضيلة الشيخ، والدي ووالدتي قد فارق الحياة. أنت أديت الواجب عليك وهو آثم في مقاطعتك له، فأدي الواجب عليك واتصل به وزره، وإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. يقول السائل: أنا أبيع وأشتري في الكتب المستعملة، ولدي مكان كبير وعندي ما يقارب من 5000 كتاب أبيع وأشتري فيها، فهل يا فضيلة الشيخ فيها زكاة؟ نعم، هذه تكون من عروض التجارة، من السلع، فإذا حال الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تزكيها، تخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، تسعرها في وقتها وتخرج ربع العشر. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، بالنسبة للجوربين وخلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذا تكلف منهي عنه. إذا لبست الجوربين الساترين على طهارة، السنة أن تمسح عليهما، تأخذ بالرخصة، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. يقول السائل: يا شيخ، في العام الماضي ذهبت للحج مع عائلتي وقد حصلت بعض الإشكالات. نعم. مع عائلتي. نعم. يقول: وقد حصلت بعض الإشكالات وأنا محرم، وهي النظر إلى بعض النساء ولم أستطع غض بصري، فهل حجي صحيح؟ حجك صحيح، وعليك الاستغفار مما حصل منك من النظر إلى النساء، هذه معصية، عليك بالاستغفار والتوبة إلى الله. نعم. جزاكم الله خيرا. الحائض فضيلة الشيخ لها أن تقرأ من المصحف من الآيات المباركات؟ ما تقرأ إلا للحاجة، إذا خشيت نسيانه كانت تحفظه، وخشيت نسيانه أو أنه وقت اختبار، ومن جملة المواد القرآن، لا بأس للحاجة، ولكن لا تمس المصحف من غير حائل أو من غير واسطة شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا وضعت على كفيها القفازين أو معها مسطرة لا تمس القرآن مباشرة، وإنما من وراء حائل أو بواسطة شيء بيدها كالعود
أو المسطرة لا بأس بذلك. نعم. المرأة إذا أسقطت الجنين في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ إذا تم 21 يوم وسقط بعد ذلك فإنه يكون قد تخلق، يكون قد تخلق، تقل من العلقة إلى المضغة، فحينئذ تكون نفسا، وما قبل ذلك لا تكون نفسا. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة بالنسبة للمريض، هل يؤجر يا شيخ على مجرد المرض وإن لم يحتسب ويصبر؟ إذا لم يحتسب ويصبر فليس له أجر، إنما الأجر عند الاحتساب والصبر. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم في برنامج نور على الدرب. تقبلوا تحيات الزميل عبد الله المواش الذي سجل هذه الحلقة من مكتبة الشيخ في مدينة الرياض. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.